كل إنسان بيحتفل بعيد الميلاد على طريقته، مشان هيك نحن اليوم حتى نحتفل بعيد الميلاد على طريقتنا. مثل ما بنعرف إنه يسوع تواضع وإجا لعنا، نحن اليوم جينا لعنده ونكون حده بليلة ميلاده. بديت القصة بكلمة نعم قلتها مريم بهيك الليلة. صفرت أوراق تشرين وصفرت مع عروش الحكام اللي انحبس زمان بماضي بردان مسقع أعمى. تكسرت غصونه وتقلعت جذوره من تراب ناطر دعسة تغيره. دعست هيك الطفل المولود ببيت لحم بليلة ما فيها نواطير غير النجمة اللي دلت عهديت المغارة. ليلة دفتها أنفاس الغنم، ليلة خجلت من حالة، غرقوا أهلها باللهو وعلى بالهدايا المتلانة برد وفراغ. ما عرفت تزرع أشجارها المزينة إلا ببرد العالم، خجلت من إله وللطفل المغارة. كلمة نعم غيرت وجه الكون حتى صار الكلمة إنسان. كيفكم اليوم؟ جوي نويل. بدنا نقول كمان جوي نويل لدونالد يلي معنا اليوم. جوي نويل دونالد. خبروني تشوف مين يسوع؟ الله يسوع خلق الكون. خلق اليوم ما هيك؟ وين خلق يسوع؟ بالمغارة. طيب جابرييل؟ يلا اعطوني ميكرو لجابرييل تيخبرني هلا. جابرييل اذا انت كنت جاي عند يسوع مع المجوس شو بتجيب له كادو؟ شمعة وبخور. بتجيب له شمعة وبخور، هو كمان بدي اقول لك ميرسي جيزو لانه بحبك ما هيك؟ طيب يا جوان خبريني لما يسوع خلق بمزود كان متواضع ما هيك؟ نعم. انت كمان بتحبي رفقاتك بتواضع؟ نعم. وعيشي بتواضع؟ تقريبا. يلا طيب هلا بدنا نحكي نشوف دونالد شو بده يخبرنا وشو بده يسالكم سؤالات. بونسوار دونالد. بونسوار جاكلين. يا رب تسألي لنا تاتيانا شو عندها؟ تاتيانا بتعرف المجوس شو قدموا له ليسوع وقت اجوا لعنده على المغارة؟ شو هي الهدية اللي قدموا له اياها؟ مين بيعرف؟ أنا. كم هدية قدموا له؟ كم هدية؟ أربعة خمسة دي قدموا له. ده هو ده هو يا جابرييل. ثلاثة. شو هن الهدايا؟ شو هي أول هدية؟ ذهب. ذهب. شو بعد؟ شبع وبخور. شو بعد؟ والمر واللبان. برافو يا شاطرين. طيب هلأ شو رأيكم خبركم خبرية؟ نعم. يلا اسمعوها منيح وشوفوا هالبنت صغيرة شو مهضومة. كان في مرة بنت صغيرة بريئة عم تبيع علب الكبريت وما كان لازم ترجع على البيت إلا ما تبيعهم كلهم. ليش؟ لأنه هيدا اللي كانت عايشة عنده بيضربها لأنه هو بده مصاري واتكل على البنت الصغيرة إنها تروح تجمع له مصاري لما ببيع على بالكبريت. هالبنت الصغيرة يا حرام بنهار كان في كتير كتير شتي برا وسقعة وهالبنت منا لابسة شي على حالها. صارت تبكي وتقول وين بدي روح؟ وين بدي بيع هالعلب الكبريت كله سوا؟ هيك صارت تصلي يا رب دخلك شو بدي أعمل؟ وين بدي روح؟ بعد شوي كانت ماشية على الطريق صارت تشتي كتير الدنيا. شتي هالدنيا والبنت راكدة. قد ما كانت خيفانة وقد ما كانت موجوعة من جسمها المسقع قررت انها تروح تتخبى بزاوية. وقد ما ركضت البنت بهالسقعة شو عملت؟
تليو كل علب الكبريت ماي، تليو كله ما ضل فيه غير وحدة. قامت حرام هالبنت لقيت زاوية عباد درج، قعدت هونيك وصارت شو تعمل بكل شحطة كبريت دفي جسمها البارد. من بعد ما كانت عم تدفي جسمها بعواد الكبريت خلصوا كلهم، ما قدرت دفت جسمها قد ما كان في سقعة برا. وهالبنت صارت ترجف وتبكي وتقول يا رب دخلك وينك ساعدني، انا بنت فقيرة كلهم هلا عم بيعيدوا وانا قاعدة هون بالظلمة بالسقعة، بركي اجا حدا علي. واكيد هون يسوع ما كان تركها وحدة، كان عطول حدا وعم بيحرسها. بس قد ما كان في سقعة هالبنت نامت على درج، قاموا تاني نهار نلقين ناس من حد الدرج. طلعوا هيك لقوا بنت صغيرة نايمة والابتسامة على وجهها، مع انه نحنا بنعرف انه كانت كل الليل فزعانة وكانت متلجة وكانت قاعدة وحدة، والابتسامة الفرح كانت عطول عم تحلم بالميلاد بطفل المغارة. حملوا هالبنت لقيوها ميتة، اخذوها دغري قدموها ليسوع وقالوا له ليسوع هيدي البنت بنتك وانت خلقت وهي اكيد راحت لعندك، انتبه لها. ونحنا بنعرف انه الهدية والكادو والبومبو منو شي، نحنا بحاجة لشو؟ لدفع، لعيلة، لحب، ان نعيش بتواضع ونعيش حياتنا كلها حلوة ونساعد خينا الفقير، لانه الفقير ما في حدا يطعميه. انتو عندكن الماما والبابا بيقدروا يعيشوكن، بس الفقير مين عنده؟ عطول هو جوال ضائع بالطرقات عم بينبش مين يعطيه مصاري، مين يعطيه بونبوني، مين يعطيه خبزة انه يطعميه. وهيك هالبنت توفت ونحن لازم نفكر فيها، نعرف انه الهدية كمان ما لازم تعني لنا، واذا نحن الماما جبت لنا هديتين لازم نعطي واحدة لرفيقتنا وواحدة لقلنا ونفكر ببعضنا. لازم نحب يسوع لانه هو قالنا حبوا غيركم لانه انا بكون بحبكم كمان. وانتو شو رح تعملوا بعد عيد من النوال؟ رح تحبوا رفقاتكم ما هيك؟ شو رح تجيبوا لهم؟ هدية. اذا ما عندهم ما هيك؟ يا جابرييل انت اذا كان رفيقك جوعان شو بتجيب له؟ كادويات. بتجيب له اكل وكادويات وبتروح لعنده بتعطيهن؟ بتعطيهن كلهم؟ وشو بتقول له؟ بتقول له ايه؟ الك. هودي الك بتقدم له اياهن يعني. وهيك يا سوعي يا جابرييل اذا بتقدم له الكادويات رح يحبك كثير ويقول لك انه انت فكرت برفيقك، ولانه رفيقك بكره بس صور معه مصاري رح يفكر فيك كمان ما هيك؟ طيب يا دونالد خبرنا انت اذا اجى بابا نويل لعندك وعطاك كادويتين مين بتعطي الثانيه؟ انا بروح عند حدا ياسمين ما عنده لا ام وبي ما عنده حدا يهتم فيه وبعطيه الهديه. بروح كمان بزور حدا مريض ساخن قاعد بالفرشه ما بيروح حدا لعنده، كمان بساعده وبكون حده. شفتوا كمان حتى رفيقنا دونالد فكر برفيقه وفكر بالمريض. نحن اليوم لازم نفكر بكل الناس تا الله يحبنا. شو رأيكم هلا نسمع ترتيلة بتخبرنا عن يسوع؟ اليوم أبشركم بفرح عظيم يا أم الشعب، قد ولد لكم المخلص وهو يسوع المسيح الرب. اليوم أبشركم بفرح عظيم يا أم الشعب، قد ولد لكم المخلص وهو يسوع المسيح الرب. شعب السالك في الظلمة قد صار نورا عظيما، فالقائمون في الظلام أشرق النور عليهم. اليوم أبشركم بفرح عظيم يا أم الشعب، قد ولد لكم المخلص وهو يسوع المسيح الرب. لأنه ولد لنا ولد وأعطي لنا اليوم ابن، يقف ويرعى بعزة الرب وباسم الرب إلهنا. Thank you.
على كتفيه كل رئاسة ويسكب عجيبا مشرفا إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام. اليوم نبشركم بفرح عظيم يعم الشعب ولد لكم المخلص وهو يسوع المسيح القول بسلام لم تضاع له وبره بالحق والبر إلى الآن وإلى الأبد بغيرة رب اصطاده. اليوم أبشركم بفرح عظيم يعم الشعب ولد لكم المخلص وهو يسوع المسيح الدار. ونحن بنعرف قديش يسوع بيحب الإنسان، ولأنه حبه كتير تواضع يسوع وخلق بنزوة صغير تيرفع الإنسان للألوهة. مزبوط؟ هلأ أنتو شو بدكم تقدموا ليسوع أو شو بتطلبوا من يسوع بالميلاد؟ خلينا نسمع جوان شو عندها نية وتطلب من يسوع. بميلادك يا طفل المغارة ساعدني حتى يكون عندي إيمان ورجاء بالحياة وأعرف أنه معك ما في شي مستحيل. عطيني أنه أحب خي الإنسان لأنه أنت قلت حبوا بعضكم البعض مثل ما أنا حبيتكم. فإذا يا جوان كان يسوع عطول يوصينا أنه نحب بعضنا. انتو بتتشارعوا شي مع رفقاتكم؟ لا بتحبون، ما هيك؟ ما هيك يا تريسي؟ انت بتحبيهم لرفقاتك وما بتعيطي عليهم. طيب هلأ باميلا عندها كمان نية تخبرنا اياها، وشو طالبة من يسوع؟ عطيني يا رب اني كون مثل طفل المغارة متواضعة بحياتي ونفذ كل موهبة عطيتني اياها حتى اكون ناجحة بحياتي بصدق، وعطيني كمان انه امشي بطريقك توصل للملكوت. وبعد ما شفنا باميلا شو طلبت من يسوع، خلينا تخبرنا شوي تاتيانا كيف بتصلي من عشية قبل ما تنام. كيف بتصلي يا تاتيانا قبل ما تنامي؟ بطلب من يسوع، بطلب من يسوع انه ينجحنا كلنا سوا ويعطي الفقرة مصاري ويشفي كل المرضى ويخلي لك الماما والبابا اكيد فوق راسي. نعم. ما هيك؟ نعم. برافو يا تاتيانا. شو رأيكم هلأ كمان نتعرف على قصة صغيرة؟ بنات ثلاثة حبوا كتير بعضهم وما قبلوا ولا وحدة تاخذ كادو إلا ما تعطي أختها فيها. كان في مرة عندها ثلاث بنات، وهالمرة وحدة ما كان في حدا يعيش الولاد لأنه هي وحدة وزوجة ميت. قامت هالمرة بقبل نهار عيد الميلاد قررت أنه تجيب لهم كادو لأولادها، ولكن هالمرة كانت تشتغل كتير 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 تتجمع قليل مصاري. جمعت هالولاد وقالت لهم عبكرة العيد وانا حب اجيب لكم هدايا، شو بتحبوا اجيب لكم؟ نطت بنتها صغيرة قالت لها ماما انا كان عطول عبالي واحلم انه يكون عندي بنت صغيرة بوبي العب فيها وغنجة، بس هي موجودة عند جارنا وحقها 10 دينار. بتقوم هالام تتعجب وبتسكت. بتنط اختها التانية بتقلها وانا كمان يا ماما طالع عبالي طابة صغيرة العب فيها يحي موجودة عند جارنا وحقها 10 دينار. بتقوم بنتها التالتة بتقلها يا ماما وأنا كمان طالع عبالي راديو اتسمع عليه على كاسيتات ميلاد وتراتيل ليسوع لأني بحبهم كتير وما عندي وحقه 10 دينار. بفوتوا هالولاد يناموا. هالأم تتعجب هيك وبتصير تبكي، بتقول أنا كيف بدي جيب لهم لأولادي هودي 3 هدايا وكل هدية وحدة حقها 10 دينار، كيف بدي أقسم؟ فكرت هيك كتير وقالت ما زال عندي بنت صغيرة وهيدا نوال لأولاد الصغار، رح جيب الهدية لبنتي الصغيرة وهوديك بعدين بفكر فيهم وبجيب لهم على العيد. قامت راحت هالمرة عند الدكان جابت البنت الصغيرة هيدي البوبي وخبتها حتى خد بنتها. بتقوم هالبنت الصبح بتفتح عيونها هيك بتطلع بتلاقي بوبي بتحملها وبتغمرها كتير 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 بتقول ياي قديش كنت أحلم يكون عندي بوبي وطلع لي بوبي، بشكرك يا رب بشكرك يا يسوع لأنك فكرت فيي وأنا صغيرة. وبلحظة صغيرة البنت هيك بتسكت وبتفكر طيب ما أنا هلأ حصلت على البنت الصغيرة وغنجتها ولعبت فيها، بس أختي كمان ما طلع لها
بتركض عند الدكان تبدل الكادو وبتجيب لأختها شو؟ بالون. بتخبي لها تحت الفرشة وبتقول هلا أختي الصبح بس تقوم بدها تنبسط فيه كتير. وهيك صار. قامت البنت طلعت لقيت البالون. حملته وبلشت تلعب فيه وتركض تقول له كمان يا رب أنا بشكرك لأنك فكرت فيي، وبشكرك يا ماما لأنه بالعشرة دينار جبتي لي طابة. وباللحظة كمان عمت مثل أختها. قالت أنا حسيت هلا بفرحة العيد. بس أختي كمان ما حست وطالعة بالي راديو تتسمع فيه على التراتيل. قررت لبست بإجرة وركضت بدون ما تعرف أمها تتبدل الكادو. راحت عند الدكان تعجب صاحب هالمحل، قال كل مرة عم يبدلوا هالكادويات شو عم بيصير. رغم هيك قام بدلها الكادو. بس بدلها الكادو إجت حطت الراديو حتى خط أختها. قامت صبح أختها بكير برمت هيك ما لقيت شي. قالت يا رب أنا كنت حب يكون عندي راديو ما جبتلي. بس هي ما انتبهت إنه الكادو محطوط تحت هيك تحت المخدة على جنب. قامت أخذته قالت له يا رب أنا غلطت، لا أنت عطول بتحبني وبعرف إنك ما بتنسيني. أخذت هالراديو سمعت عليه وكمان بلحظة صغيرة فكرت إنه أختها صغيرة ما طلع لها بوبي صغيرة تلعب فيها. ركضت عند صاحب المحل كمان وقالت له بدي أطلب منك طلب إنك تبدلي هالراديو وتعطيني بوبي لأنه طالع عبالي هدية لأختي الصغيرة. بيتعجب هون ساعتها صاحب المحل وبيقول يا عمي شو عم بيصير؟ بدلوا هالكادو. هاك الحال بقلها يا بنتي راح أعطيكي هالكادو وخديه. قد ما كان منيح صاحب المحل وفكر بالولاد بدلن الكادو وعطاها لأختها. هي وفايتة على الباب بتشوفها أمها بتقلها شو صار؟ ليه أنت معك البوبي مش أختك؟ قالت لها ما أنا كان معي راديو. قالت لها منين جبتي راديو؟ قالت لها لقيته. نطت بنت تاني قالت لها كمان أنا كان عندي بالون. نطت بنت الصغيرة وقالت لها أنا كمان يا ماما حصلت على البوبي بس فكرت إنه أنا مش ممكن أحس بفرحة العيد وحدي لأنه إخواتي كمان بحاجة يفكروا فيه ويحسوا بالعيد كمان مثلي. قامت هالأم هوني صارت تبكي وفكرت قديه ولادها ما فكروا بأنانية مثل غيرهم، قديه كانوا يحبوا بعضهم وفكروا إنه لازم يشاركوا كل شي مع إخوتهم حتى بالكادو. ايه وما قدروا ناموا غير ما شاركوا بعضهم بالكادو. بعد شوي بدق الباب بيلاقوا صاحب المحل جاي وجاي معه كل الحي. بدقوا هيك وبيخبروه نحن خبرنا صاحب المحل عن هالعيلة عن هالولاد الصغار يلي كل واحد لازم يفكر بأنانية فكر بخيه التاني انه لازم يحس بفرحة العيد. من هيك قرروا انه كل واحد بالحي يحط مصاري ويجيب كادو لهالولاد. ومن وقتها صارت هالأم تفكر وتقول إنه لازم كله يكون كل الأولاد مثل بعضهم ويفكروا ببعضهم ويجيبوا كادويات لبعضهم. وأنا قلت لهم بشكر ولادي لأنهم حبوا يسوع ويسوع ما تركهم ولا بأي لحظة. ونحن هيك كمان هيك أحباء صغار لازم نفكر برفقاتنا بخياتنا بأمنا حتى الماما إذا ما كان عندها شيء نعمل لها جست صغير ونجيب لها إياه لأنه هيك أكيد رح تكون فرحانة لأن هي قديه تعبت وقديه ربتنا ما فينا نفكر فيها بنتفة صغيرة. شو رأيكم؟ ما هيك يا دونالد؟ كثير لازم نفكر بالماما لأنها بتتعب كثير وبتسهر وبتربينا ونحن صغار تنكبر عطول بضل مشغول بال علينا وبدها تهتم بأكلنا وبلبسنا وبثيابنا وبنظافة البيت وبتحضير الأكل بكل شيء. الماما كثير بتتعب. ميرسي يا دونالد، كثير نقدرها ونحبها. أكيد أكيد. روي حبيبي انت شو بتجيب لك هدول للماما؟ انا؟ ايه بتفكر بالماما وبتجيب لك هدو يعني. طيب بتجيب لاختك وبتلعب مع اختك انت بالبيت اذا حبت تلعب معك؟ تلعب معك وشو بتقلها؟ بتعيط لها تيجي تلعب معها او بتضربها هيك بتعيط عليها؟ انت بتعرف انه مش لازم نضربها ما هيك؟ برافو يا روي. شو رأيكم هلأ كمان نتسمع على ترتيلي هيك أكتر من فوت بجو الميلاد ومنحس بفرحته؟ هالرعاة في البرية يسهرون الليل فجاءهم ملك الرب وقال لا تخافوا أبشركم بفرح عظيم ولد لنا
خبرنا خبرية، وكانت كل خبرية تخبرنا إياها يكون إلها معنى، وكل الليل بس ننام نحلم بهالخبرية ويكون عم نفكر فيها كتير تنقدر بكرة الصبح نخبرها لرفقاتنا. وهيك كمان في ملاك قرر إنه بليلة عيد الميلاد قد ما كان منيح الملاك إنه يروح يزور ضيعة المهجورة يلي فيها كتير فقر وما في حدا حتى بابا نويل ما بيجي لعندها. ونحنا بنعرف انه الولاد الصغار كلهم بيقوا ناطرين بابا نويل، مع انه لازم ينطروا قداس نص ليل تيروحوا يقدسوا وساعتها يسوع بيبعث لهم كادو. ما هيك قام هالملاك قرر انه يطلع هالضيعه يحمل كادويات ويروح عند الاطفال الصغار. وصل على بيت صغير لقى فيه صبي قاعد وحده حامل قصه بس زعلان كتير، كل تعبير وجهه زعلانه، وقاعد بتياب مش جديد كتير ولكن شوي حلوه. بيجي الملاك لعنده وبيقول له بونسواري حلو. بيقول له طفل صغير بونسوار. بيقول له انا جاي اقول لك شوي نوال واعطيك كادو تعيدك فيها. بيقوم هالصبي بيطلع بالملاك وبيقول له انا ما بدي كادو. بيقول له الملاك ليه ما بدك كادو؟ ما كل صبي بيحلم انه يكون عنده هدية الميلاد. قال له كل صبي، بس انا ما بحب يكون عندي كادو. قال له ليه؟ بيبكي هالصبي قد ما بيكون حزين وما بيقدر يحكي. قد ما هو الملاك منيح بيغمره هيك اللي عنده على صدره بشد. بيقول له خبرني ليه انت زعلان؟ بيقول له انا زعلان لان ما عندي اهل، ما عندي بيت دافي، حتى انت يسوع يلي بتعرفه انا ما حدا خبرني عنه، بس عطول بسمع انه بخبروا عنه وبشتاق اني اعرف شي. بيقوم هالملاك بيغمر الصبي اكتر وبيقول له يسوع انت ما بتعرفه، بس هو اكيد بيعرفك، وهو هلأ منو تركك أبدا، ولكن انت روق شوي وبكرة ندفن ندفن بصير تتعرف على يسوع. انت افتح قلبك وقل له يا رب أنا بكل ضعفي، أنا بكل تعتيري وحزني، وأنا بكل فقري بقدم لك ذاتي. ساعتها تسمع منيح لأنه بيكون يسوع عم بيحكيك، ولكن إذا انت بتضلك تحكي ما بتسمع يسوع، لأنه يسوع بيقلنا صغولي تقدروا تسمعوا صوتي. فجأة هالطفل بيصير يبكي أكتر 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 أكتر. بيقوم الملاك بيحزن
وبتطلع بالرب وبيقول له: يا رب انا ما في يشوف ولد صغير بليلة الميلاد بحاجة لحتفة وحنان وما يكون حدا حده، مع اني متأكد انه انت ما بتترك حدا، ونحن بنعرف اكيد انه يسوع ما بيتركنا، ما هيك؟ وقت منكون زعلانين، وقت منكون عصبين، شو بنعمل؟ ما منروح نفش خلقنا برفقاتنا باهلنا، منخربط البيت وبنخلي الماما تعيط علينا، شو بنعمل؟ منفوت على الأوضة، منصلي ليسوع، منقول له: يا يسوع خليك حدنا، لأن احنا هلأ بحاجة لإلك، ما هيك يا جابرييل؟ وقام هالطفل الصغير غمر الملاك وقال له: يا ملاك انت أقرب ليسوع مني، اطلب لي شي. بيقوم هالملاك بيطلع بيسوع هيك لفوق، وين لفوق؟ يعني مش بالسما، لأنه يسوع مش بالسما، يسوع بقلبنا. بس رفع الملاك هيك تياخد نفس ويطلب بقوة وبحنان، وقال له: يا رب خلي هالصبي يكون عنده حنان ويكون عنده دفى، وخلي يحس انه هو طفل الميلاد وهو طفل بحاجة لهدية، ويحس بالفرحة اكتر من علبة ملفوفة وفيها كادو بينتزع وبيتخبط وبيروح بعد جمعتين. خلي يحس انه انت الكادو بقلبه ويعيش بسلام كل حياته. بيقوم هالملاك بيطلع بالصبي بيلاقي الصبي عم بيبكي، لأنه شو؟ بيقول له ساعتها: يا رب أنا عرفت إنه الكادو ما له قيمة، ولا أي إنسان بيقدر يجيب لي السعادة غير إني فكر فيك أنت. ومن وقتها بيخبره إنه هالطفل الصغير كان كل واحد يفكر إنه يجيب له كادو يرفضه، يروح يعطيه لرفيقه الحزين وهو يقعد هيك قدام الرب يسوع ويقول له: بشكرك يا رب لأنك عم تعطيني نعمة التواضع، بشكرك يا رب لأنك أنا طفل صغير عم تخليني أفكر بخيي، بشكرك يا رب لأنك خلقتنا إنسان بحب وبيعطي من قلبه. أنا بشكرك لأني هلأ بلشت أحس فيك، وقبل يمكن أسمعك ما كنت أفتح لك قلبي. ومن وقتها صار الطفل يصلي ويحب يسوع، ويسوع حكون كان يناطره لأنه كمان يسوع بحبه. ما هيك يا ميشيل؟ أنت كمان بتحبي يسوع؟ آه. وهي بتعملي مثل الملاك، تروحي عن طفل صغير وتغمريه؟ انت كيف بتصلي ليسوع عشيدي؟ بطلب منه تيحرسنا. تيحرسيك، وشو كمان؟ ويدلينا على الطريق الصحيحة. تعرفي انه يسوع خلق كرمالنا، ما هيك؟ ومات كرمالنا تيخلصنا من شو؟ من الأذى. من الأذى ومن الخطية. ونحنا كمان لازم نتعلم انه ما نخطأ، لأنه يسوع بيوصينا ما تكذب، ما تسرق، ما تشارع الماما وتعذبها، لأنه هودي كلهم يسوع مش بيأذينا مش بيضربنا، بس بيزعل. بتلاقوه قاعد هونيك بالزاوية وحده وعم يبكي لأنه نحنا عم نخطأ، ما هيك؟ نحنا طبعا نخلي يسوع يبكي، لازم ما نخطأ ونفكر كتير منيح قبل ما نشتغل شي ويخلي أهلنا يزعلوا أو يسوع يزعل، ما هيك؟ شو رأيكم هلأ كمان نسمع ترتيلة بتخبرنا عن يسوع؟ روح زور هون لبيت، بيت فقير ما عندن شي، روح زورهن ببيتهن قلن ولد يسوع، روح زورهن ببيتهن بيت فقير ما عندن شي، روح زورهن ببيتهن قلن ولد يسوع. لون سواد تيابهن دهب لهن شنهار، علق قمر عبوابهن في بل خدلو النار، روح زورهن لبيتهن بيت فقير ما عندن شي، روح زورهن ببيتهن قلن يسوع، روح زورهن ببيتهن بيت فقير ما عندن شي، روح زورهن ببيتهن قلن ولد يسوع، عتقت سنين عيادهن لا يوم لبسوا جديد، وبعضن صغار ولادهن يا عيد زورهن يا عيد.
بيتهن قلن ولد يسوع روح زورهم ببيتهم بيتهم فقير ما عندهم شي روح زورهم ببيتهم قلن ولد يسوع ليلي ولد يسوع. هلا كلكم تحطوا ايديكم هيك ونصلي يا يسوع بصدقنا هيك. ومين بيصلي لنا هلا؟ دونالد. صلاه صغيره بخلينا نحس مع يسوع اكثر ونحس ان نحن حده هلا بليله ميلاده. يا يسوع اوقات نحن بنعمل خطايا بتزعلك، بتزعل الماما والبابا ورفقاتنا، بس نحن نعرف يا يسوع انه انت قلبك كبير ومليان محبة، وكل مرة منكون عم نخطأ انت بتزعل شوي بس بتسامحنا. بهالليلة ليلة ميلادك نطلب منك انه تساعدنا وتنورنا تنمشي على الطريق الصحيح. امين امين. وانا كمان انا وياكم هلأ بدنا نقوله ليسوع، يا يسوع خلي قلبنا الاوقات بيكون مهجور، يكون مغارة حقيقية، وتكون انت الطفل يلي بكل نكزة صغيرة بيصرخ تيحسسنا انه هو موجود. اعطينا يا رب نعرف قيمتك اكتر انا واخواتي الصغار يلي موجودين هوني. نطلب منك يا رب انك تقوينا بلحظة ضعف وتعطونا عطول وتعطينا الثقة فيك انت وحدك. امين. من بعد ما سمعنا هالصلاة شو رأيكم شوف هالبنتين يلي قاعدين على الشباك عم بيراقبوا عجقة العيد وعم بيبكوا. بعد شوي بحسوا فرحة كتير كبيرة لأنه أمهم بتعيط لهم وبتقول لهم تعوا لعندي. كانت الأم بس قبل ما تعيط لهم عم تراقب كل شي بصمت بدون ما تحكي، ولكن السلام عوجها. بتعيط للولاد وتقول لهم تعوا قعدوا حدي هون، محضرت لكم اليوم مفاجأة. وهالأم كانت عم تشتغل كل الجمعة تتحضر أكل طيبة لأولادها. بتجيب هالأكل لأولادها وبتقول لهم هيدا كل شيء قدرت عملت لكم إياه، عملت لكم هالأكلة تغير لكم تعابير العيد وحسسكم فيه أكثر. هاي الأولاد ما كانوا ناطرين إنهم ياكلوا أكلة جديدة، صاروا يبكوا وراحوا ناموا. بعد شوي هالأم تكون قاعدة وحدة وعم بتفكر، بدق الباب، بفوت رجال معه كيس كبير، بيقول أنا عم بعمل منيح وبعتني يسوع وبعتني لعندكن تعطيكن هدايا. بتطلع فيها الأم وبتركع بتقوله أنا بشكرك لأنه أنت مش عم تفرحني بس لإلي، عم بتفرح هالأطفال يلي صغار يلي بيعنيلن العيد كتير بحاجة إنه حدا يفرحن أكتر. بتقوم هالأم بيعطيها تياب لولادها وبتحطن حدها. بيقولها يا ست أنا كنت جايبلكن بس التياب معي، بس رح أعطيكي شوية مصاري لأنه حاسس قلبك كتير كبير وانت أم حنونة وبتحافظي على ولادك، ولأن ولادك ما بيعذبوك رح أعطيهم كمان مصاري يجيبوا تياب لألهم. تمسط هالمرة وبيفل الرجال. بتقوم بتروح عند ولادها ساعة 12 بالليل بدق وقت القداس. بتوعي ولادها بتلبسهم هالتياب اللي جايبهم الرجال وبتقلهم هودي التياب جابلكن ياهن رجال. من الطهوب حيلا رجال، نحن ما بدنا حيلا رجال يجبنا، بدنا بابا نويل. قالت لهم لا ما تغلطوا يا ولادي لانه بابا نويل هو كذبه، هو شخص بيلبس بابا نويل، بس اللي جابلكن ياهن هو يسوع بيعته، وهودي اكيد الكادويات من يسوع. بيقوموا الولاد بينبسطوا وبحسوا بفرحه العيد. بتقوم الام بتلبسهم وبتاخذهم على الكنيسه. بيجوا ثلاثتهم بيركوا حد المغارة وبيقولوا يا رب نحنا منشكرك لأنك فرحتنا إلنا، ولأنه الماما منعرف إنه لأنه نحنا قلنا لأنه الأكلة ما بدنا إياها زعلت. نحنا يا رب مش لازم نزعل الماما لما بتعملنا أكلة حتى لو ما كانت طيبة، لازم ناكل منها ونقلها ميرسي يا ماما لأنه أنت تعبتي واشتغلتي كل النهار حتى تعملي لنا أكلة. ونحنا منعرف إنه في كتير كتير ولاد مقهورين منن عم بيقدروا ياكلوا شي، حتى خبز صغار ما عم بيقدروا ياكلوا. بتقوم هالأم تجي بتغمر ولادها بتقول لهم
خليلي ياكن يا ولاد، لأنكم صرتوا تعرفوا قيمة العيد أكتر، وبتعرفوا العيد إنه بس مش هدية، هو إن نحس بيسوع ونصلي له، لأنه ما في شي بيخلينا ننجح في الحياة ويخلينا نحس بالرجاء إلا يسوع. ونحنا هيك لازم نقرر إن عطول نصلي ونحس بيسوع، ما هيك؟ نسمع سوا الترتيلة. نتسمع على دونالد داك كيف بيخبرنا ان هو عنده تلاميذ وبيعلمهم. نسأله شو علمهم بليلة نوال يعملوا؟ شو يا دونالد داك؟ انا عندي تلاميذ صغار مثلكم. اول شي منعلمهم المحبة، انه يكون في محبة بقلبهم، انه يفكروا بغيرهم، انه يساعدوا غيرهم، مش يفكروا بحالهم بس. تاني شي منعلمهم انه يسمعوا الكلمة، يكونوا مطيعين، ما يعذبوا للماما ولا البابا ولا يخلوا حدا ينزعج منهم. كمان منعلمهم اهم شي الصلاة، انه يصلوا كل يوم من عشية ويشكروا الله على كل شي عطاهم بهالنهار. شو بعد؟ بدنا نشوف يا دونالد جابرييل كيف بيصلي عشية. جابرييل قبل ما تنام كيف بتصلي؟ متعفي عشي صلاة تنام في راسي مد المسيح يمين وفتحة أنا شيله طلع منك لتربان بطر الصبول وصبار يحنى معمدان يحسونا بليل ونهار وعسات لكن أبانا الناس في السماوات يكدس اسمك
يأتي ملكوتك وفي سمك سالك على الأرض. أعطينا خبزنا كفاية يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا الشرير أمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. جبريال هيك بتصلي ليسوع؟ وأكيد هو راح يكون ناطرك كل ليلة تتصلي له هيك ما هيك؟ هو أكيد بحبك كتير ولازم كلنا نحن هلا عم نضحك يمكن إنه جبريال صلى كتير بس نحن لازم عطول كل يوم قبل ما ننام هيك نصلي لأنه يسوع هيك بيطلب منا ما هيك؟ لأنه في كتير ناس متكبرة ترفض إنها تقعد مع يسوع وتخبره ونحن أوقات منهرب نبقى جايين تعبانين من مدرستنا يمكن من درسنا منشيل هالحيف ومنطب تحته ومننام. لا مش لازم أبدا نعمل هيك لأنه يسوع كل ليلة عشية نطرنا إننا نصلي له ما هيك؟ هو أكيد نطرنا لأنه بحبنا. صليتي له امبارح يا تريسي؟ شو صليتي له؟ قلتي له انك بتحبيه؟ برافو يا تريسي. ولانه كمان مره كان في بنت غنيه ومعها مصاري كتير ومتكبره ونحن بنعرف انه مش لازم تكون متكبرين لانه كلنا انسان الله خلقنا مثل بعضنا اوكي؟ ان في مره هالبنت راحت عم بتجيب تياب من السوق لقيت ببنت فقيره قاعده بزاويه عم بتراقب الناس والسلام على وجهها بتقوم تجي لعندها بتطلع فيها هيك وبتجقرها إلا انت شو عم تعملي هون؟ قومي فلي قاعدة ما عندك شغلة ولا عاملة بتراقبي هالعالم وما حدا قالوا نفسي تطلع فيكي. واكيد يسوع لما سمع هالبنت المتكبرة زعل منها واكيد بيكون عم يبكي لانه مش لازم نحن نتصرف هيك مع اخواتنا يلي هن فقرة واكيد هن غنية بالروح. قامت هالبنت الصغيرة بجرأة الفقيرة طلعت بهيدي البنت الكبيرة وقالت لها انا ما راح ازعل منك لانه انت الفقيرة وانا الغنية انا عندي كل شيء وانت ما عندك شيء. انا بكفي انه عندي يسوع بقدر حس فيه وبقدر حبه. انت عندك المصاري يمكن بتروح. وبس سمعت هالبنت المتكبرة هالكلمات فلت على البيت وعم بتفكر فيهم. معقول بنت صغيرة هيك قالت لي؟ قامت صارت تراقب الاشياء بصمت 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 وقررت انه تروح تقدس من عشية. ولما راحت تقدس فاتت من بعيد بالقداس وطلعت مين في قاعد هنيك؟ قربت شوي ولقيت هالبنت الفقيرة يلي هي اكيد غنية بالروح راكعة قدام هالمغارة وعم بتصلي وكانت عم بتقول يا رب انا بشكرك كتير لانك خلقتني انسانة غنية لانه انت معي وخلقتني اني فكر وحب غيري لو مهما اذاني وخلتني اعرف انه المصاري مش ممكن ابدا انها تملكني لازم انا املكها. بمعنى يعني المصاري مش لازم تخلينا نكون ناس متكبرين بالعكس اذا معنا مصاري لازم قد ما فينا نساعد غيرنا ما هيك؟ وهالبنت يلي كانت عم تتكبر وكانت عم تطلع بالبنت بطريقة كتير بشعة اجت ركعت حدها وحست انه هي كتير مغلطة. غمرت البنت وقالت لها بدي اقلك شي حاسه حالي انا عريانة قدامك فقيرة لاني حكيتك هيك وهلا فهمت انه قلتيلي وليش تقلتيلي انه انا عندي كل شي وانت ما عندك شي. فهمت هلا انه يسوع هو كل شي وهيك لازم نفكر بغيرنا. ومن وقتها البنت قدمت لهالبنت الفقيرة تياب جداد تتعيد فيهم وتتدفي جسمها البردان وصارت اعز الاصحاب هي وياها. ونحن كمان اوقات كتيره كل واحد منا حتى يمكن انا منتهي ان نتطلع برفقاتنا منتهي ان نتطلع بكل العالم ومننسى ان نتطلع بذاتنا نحن بحالنا شو منفكر. اوقات لازم كتير ننتبه ان نتطلع بحالنا ونفكر ان ما ندين حدا غير لانه نحن لازم ننتبه انه نحن كمان اوقات يمكن نغلط. مش لازم نقول انه هيدي البنت المتكبرة اجت ضحكت على هالبنت الصغيرة لا لانه نحن يمكن اوقات ان نعمل مثلها. لازم ننتبه كتير نطلب عن الرب يسوع انه يعطينا الحكمة ان نعرف نتصرف.
ايه وما نعصب كمان ما هيك؟ هلا لازم نسمع ترتيلة خلينا نحس أكثر بيسوع ونطلبه لعنا. عندما نسقي عطشان كأس ماء ترفي الميلاد، عندما نكسي عريان ثوب حب نكون في الميلاد، عندما نكتب الدموع في العيون نكون في الميلاد، عندما ننكش القلوب بالرجاء نكون في الميلاد. عندما أقبل رفيقي دون غش أكون في الميلاد، عندما تموت في روح الانتقام أكون في الميلاد، عندما يرمد بقلبي الجبار أكون في الميلاد، عندما تذوق نفسي فيك يا الميلاد أكون في الميلاد. الطفل بليلة الميلاد عبر عن طريقته الخاصة بفرحة العيد، ونحن كمان مش لازم ننسى عطول بالنهاية انه الرب يسوع وحده هو الإله، ولازم عطول نفكر فيه هو وحده ونخلي عطول كل يوم ليلة ميلاد ومولود جديد بقلبنا، ما ننطر بس العيد. الله معكم.